28/9/2018 كتابة تاريخ حديث للنادي الأهلي استكمالا لمسيرته الإدارية، بداية من إنشاؤه 1907 وبداية قانونه الأول في 1908، ولوائح وقوانين الرياضية اتعدلت، وصلنا إن اللجنة الأولمبية بتعمل لائحة استرشادية للأندية تسترشد بيها لحين إن كل نادي يبدأ يحط لائحته. لا يليق بالنادي الأهلي تماما إنه يعتمد على لائحة استرشادية، مع احترامي هي بتيسر الأعمال لكل الأندية، ولكن زي ما بقول لكم النادي الأهلي لطبيعة خاصة، لطبيعة في أعضاء الجمعية العمومية، لطبيعة في حالة الحراك بين الأعضاء حتى في طلبات الأعضاء. عودنا دايما عضو الجمعية العمومية للنادي الأهلي إنه يكون سباق ورقم واحد.